مثلاً لتوقيع الجزئين الأول والثاني من كتاب التفسير الجامع للدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف، وذلك ضمن معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية. الدكتور محمد عبد الستار أكد على أن تفسير القرآن الكريم ليس حاجة إيمانية فحسب، بل حاجة وطنية، فمعظم الحركات التكفيرية والإرهابية أخذت تفسيرات مغلوطة لآيات قرآنية لتبرر لأنفسها ما تقترفه من جرائم، فكان لابد من تفسير يواكب العصر ويواجه الإرهاب عبر نظرة جديدة تتصدى للتكفير. هذا اليوم، هذه الأمسية، هو موضوع يتعلق بتفسير عصري وجامع للقرآن الكريم بعد كل هذه الانحرافات التي شهدناها من الحركات التكفيرية والإرهابية والمتطرفة والمجرمة، والتي حاولت النيل من بلادنا ومن وطننا ومن شعبنا وأيضا من ديننا ومن تفسير قرآننا، فكان لابد من تفسير عصري، تفسير يوضح كل المفاهيم والمصطلحات، تفسير يعطي العمق وعدم تسطيح العقل في تفسير القرآن الكريم، يجمع بين المقاصد والشعائر، يكون فيه إنزال للنص على الواقع، يكون فيه تحليل بدلا من التلقين. كل هذه العوامل إن شاء الله هي موجودة في تفسير الجامع لكتاب الله سبحانه وتعالى. نحن بدار الحافظ ننشر المعرفة أينما كانت وأيا كانت. نحن ننشر رواية، ننشر شعر، ننشر كتاب أطفال، ننشر كتاب علمي، واليوم في عنا فكرة جديدة بنشر تفسير الدكتور محمد عبد الستار السيد. طبعا لأنه في شيء جديد، في نمط جديد، في تطوير حتى في آلية الخطاب، في آلية التقديم بما يتناسب، مثل ما قلت أنا بكلمتي، بما يتناسب مع الواقع الحالي. نحن الآن بصراحة كسوريين أبناء هذه الحضارة، نحن نتمنى أن نقدم الحضارة الحقيقية والصحيحة لأعمالنا، ونتمنى نحن نكون دوما رواد في النشر، رواد في المعرفة، رواد في الكتاب وفي الكتابة أيضا. وتم توقيع الكتاب بحضور الدكتور مهدي دخل الله، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، ومحمد الأحمد وزير الثقافة، والدكتور توفيق محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام ومدير أوقاف دمشق ومفتيا دمشق وريفها، وحشد من رجال الدين الإسلامي ومن الداعية.